بكل الود بكل الحب نتواصل ونحن في أول أيام التاريخ المفصلي متاع تونس اللي تبدأ صفحة جديدة إن شاء الله تكون صفحة مباركة. مبروك على كل إنسان انتصر، مبروك على سي قيس سعيد، إن شاء الله ربي يوفقه لما فيه خير هالبلاد هذية، لأنه هذية الأهم حاجة فقط. وهذه مقصودة نحب نقول، وأنه ربي في كتابه العزيز قال كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا. إن شاء الله يا ربي تكون الأفعال على قد الأقوال في كل المجالات، وما نستثني حتى إنسان وما نقصد في حتى إنسان. هذه كلمة حبيت نقولها وأنا داخل السوق، واليوم جينا للسوق الأسبوعية في رادس. دونك السوق الأسبوعية في رادس نرجع لها مرة أخرى في يوم اثنين، لأنه نهار الاثنين نعرفوا ما ثماش حركية في الأسواق. دونك اختاروا أقرب سوق في وسط العاصمة اللي هي السوق الأسبوعية في رادس. نعرفوا أنه غدوة زادة كيف تاريخ مهم برشا في تونس، هو تاريخ عيد الشهداء، الشهداء الأبرار اللي هما حروا هالوطن هذا واللي هما خلونا اليوم ندوروا في هالوطن. حب نرجع على معطى أنا كنت حكيته في حي النصر، وباش نرجع له تويكا باهي. خليني خذ بانو على المثال، انا توا باش نحكي في عموميات. انت خذ هاك البطاطا بدينار و800 باش نلقاها غادي حتى ل 2000، الطماطم بزوز دينارات، الفلفل 18 يا شباب 18 100 باهي. باش ناخذ من غاديك الخضره، انا كنت حكيت على المراقبه الاقتصاديه وبوجه التحيه لسعري الغربي وسي خليفه التونكتي. نسيت اسماء مهمه اللي انا تعلمت من عندهم الخدمه. انا خليني نذكر سي مخلوف، هو اول انسان اضطرني في ال... دلنا رخيصه عنده هو تقعد كي تفرج. انا كل اللي دلنا رخيصه دلنا شعلة فرنة. ماهيش رخيصه، ماهيش رخيصه. لا لا يحبوا كما يحبوا، صبحوا اليوم يبيعوا كي 2000 و1600 و1200 حرار اليوم صبح. هو راهو المشكله مش هنا، الاشكال راهو ماهوش خلينا مش هنا، الاشكال في حاجات اخرى كنت حكيت عليها. 500 فاش قام ب 500 و600 والله توا معناتها المعدنوس ما عادش سيف باش نقولوا ماهوش مش موجود برشا. ما يسالش ربي جريها على السلاح حتى شوفوا اللي هي فهمت. اي سلام زعما قلت لي البصل الشتوي بقداش؟ 2000 الربطه بالربطه وشكشوكة القراعة، خاطر احنا توا باش نعيشوا على شكشوكة القراعة. ما يسالش اي قداش الشكشوكة؟ 800. لا ما خاطر ما نحكيش في المجال الاخر باش نبداو واضحين. معناتها عايش خويا، خلينا ناخذوا العنب بالمسكي لهنا بالذواقه معلم ولا لا؟ اهلا بك، على سلامتك يا خويا، على سلامتك، عايشك. شنو باش تاخذينا شويه عنب؟ باش تعمل مصفوف ولا؟ مصفوف رمان. نارك دقله وحليب، مرحبا بك. وزن له ما يسالش. شكون حكايه البطاطا شنو هي؟ شبيه البطاطا ما يسالش. واحد ب 2000 وواحد ب 1200 كيفاش؟ البطاطا ب 600 لو حشترها. معقول هذا؟ ما يسالش هذايا؟ رسالة في الكلام اللي نقولوا فيه عن اقصد تقول هذا سوق، معناها انت تجي سوق اسبوع علاش؟ على الاسعار، الاسعار نار، ما تقربش بالكل. شوف الغلة كيفاش انت، شوف العنب كيفاش تسومه، شوف الواحد. ما يسالش، احنا خلينا نحكيو على توا صح؟ على وقت توا. مش شوف من بلاصته بقداش؟ من بلاصته بقداش؟ ب 3200 يا سلام. هذا يسمى رخيص. هذايا بلاي رسائل. ثم توا ناس باش تدخل جد للمجلس النواب الشعب، ثم يمكن حكومه جديده ولا حتى في الحكومه هذايا ما يسالش. راهو كي نسمعوا صوت المواطن نحاولوا نعاونوه شويه. نعرف اللي ثم ضغوطات، ثم حاجات معناتها اكبر من الكلام. نعرف الكلفة مثلا نتاع الخضرة ونتاع الغلة، وانا كنت حكيت على كلفة البطاطا، اما ما يسالش. باش نرجع باقي للمراقبة، قلت سي صلاح الدين مخلوف نحب نحييه، سي احمد بالطيفة كيف سي الهادي الرياحي الله يرحمه زاده. هذوما ناس انا تعلمت من عندهم الخدمة نتاع المراقبة. هذاك علاش يمكن توا ثم جانب نتاع مراقبة نعمله ساعات انا في السوق. دونك هذوما تعلمت منهم، وكنت ذكرت حمادي ميزوري الله يرحمه، الناس هذوما الكل. هذا الرمان نتاع هذا بالحق نتاع مسفوف مش هكا؟ والرمانه على السلامه، والرمانه راه ديما نحاولوا باش نلقاوها مسكره من هنا. اهلا بيك شنو احوالك؟ صافا؟ مازلت كوارجي؟ لا ما عادش هكا. هذا راه خو منصف الشرقي اللي كان قائد فريق في النادي الافريقي. حسنا كان يكور، راه هو جناح ايمن. اسمع كي تكور خذ ضد منصف خوك تدريب البيه ولا شنو تدريب البيه؟
سندرا بخير منهم مثلا. نحييوه منصف الشرقي صديقنا. دونك هذايا المعطى الاولاني ان الرمانه يلزمها تكون مسكره وبالطبيعه حمراء من غاديك وقتها هكا ما عطيناش نذوقوا ريت. الله يخليك الله يخليك. هذا ب 15%. لا لا مس... هات نعيم العجنقي شد شد هيك. خذ ذوق خذ ذوق باش نمشيو هكا يا اشرف. بول اخرين الكل ماك تعرف انا ديما متفاهمين فيها الحكايه هذيا. الله يعينك يا شباب عايشك. انا اي هو محلاها كلمه هذا نتاعنا على خاطر تخليني قريب منكم برشا. غلي الدنيا غاليه ياسر غاليه الزوالي والقليل ما عادش يوصل. ربي يجريها على السلاح. بالله عرضوني تويكا برشا نساء اللي هذه شطر قفه ماهيش قفه كامل شطر قفه. اهلا بك الله يعينك. ربي يجريها على السلاح. امين يا ربي امين يا ربي. صديقي قداش السفناريه هذه واحد يعمل لها حايده مكحوريه هكايه؟ السفناريه بدينار والقرع. قرع ب 500. 500 البرج. 500 البرج. ونعملوا هذيك نعملوا بها شكشوك تقرع. يا خويا والله يخليك. خلونا قشاره في المرشي نعملوا شكشوك تقرع. ايوه. هاك تشوف القشاره في المرشي اكثر تقريبا من التجار. فهمتني؟ يعني المساله مش في السوق راهي، المساله راهي في المرشي. راهي في المرشي فما برشا قشاره. تصور انت ما توصل لي انا ما تعدى على اربعه. الهبات ياكل والقشار ياكل وما نعرفش شكون ياكل والفلاح ياكل والكاتب ياكل الكل حاسين. اسمع والطريف انهم ما يشبعوش. ما يشبعوش، ما فماش حتى واحد يشبع في تونس، اللي عنده مليار يحب يولوا 10. ربي ربي يقدر الخير وربي يجريها على السلاح. كلمة ربي يجريها على السلاح ولات كلمة معناتها لا صغار لا صغار لا بربي راهو ممنوع ممنوع عايش خويا مش لازم. نعيم خلي الأشرف معاك. واحدة واحدة. أهلا بك. كملت القضية صديقي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله. ربي يجريها على السلاح. آمين يا ربي. قداش السلاطة اليوم؟ بلاش لا عاد غير ربع ما تفهمناش بلاش ولا بلاش غير ربع تو لا ب 700 اي واش ب 1500 وب 2000 ما كاو عاد تو بدات ربي 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 ان شاء الله ان شاء الله تونس تكون بخير يا ربي هذاك المهم ساعه. اهلا بيك اهلا بيك. المسكي هذا شنو رفرافي هذا ولا مرناقي؟ مرناقي مرناقي. صوروا هو ما يسالش هو يحب صوروا هو يبيع في العنب تويكا هاي. النب قداش يوزن هذاك؟ النب 200 جرام 200 جرام. ها هاكا هكاك نحبك هكاك نحبك صحيت الله عليك. مريقلين في راديس. اسمع علينا بالناسيون علينا بالبلاد اي صحيح صحيح. مثالش ناخذوا الحاجات الشتويه هذيا بلاي. خلينا نشوفوا عسلامه قد يسومهم هذوما عاد بدا سمي لي هكا البتراف الربطه اي سفناريا البصل 2000 البسباس الربع ب 2000 اي باهي. اهلا بك سمنا مناسب يعطيك الصحه يعطيك الصحه. ب 2000 الربع كيفاش يا ذنوبي قل لي شنو اللي يا ذنوبي هذا يا صاحبي؟ والله يا ذنوبي كان يديني كيلو البطاطا ب 2000 فرنك وين ماشيين بها الغلوه هذه وين؟ ما هو ثم توا حمله نتاع مقاطعه هكا ولا شارك فيها انت كيما الناس الكل؟ لا خويا انا على القليل نقصونا في المعيشه باش نكملوا لهنا احنا بالله هاوكا البيتنجاله دينار و600 توا جماعتين اخرين باش يطلع راهو السعر نتاعها. القرع صباح النور. اهلا بك اهلا بك الله يخليك يعيشك ولد القمره الله يعينك يا شباب صبا اخويا عايشك. خلينا نكملوا في البطيخ هو قاعد يوفى قاعد يوفى خلينا نكملوا به هو اليوم. تضحك انت اه وبطيخ ب 500 ب 500 لا بدينار الكعبه 500 وبدينار بدينار وب 500 هذايا راهو ديما نرجع للاناناس راهو يصبر وخاصة كي يبدا في هذه راهو تنجم تحط تحت الفرش وتتفكروا في جانفي تلقاها كيف ما هي كعبة البطيخ. دونك هذايا نجم رانا نخبيوها يعني كي ناخذ كعبة توا بدينار نخبي في جانفي نبدا ناكل في البطيخ ونحط في الفريجيدار ونودكم ولا نشاهدكم. دونك يعطيكم الصحة. السوق بوزوالي السوق هذايا بوزوالي بوزوالي ان شاء الله
ان شاء الله احنا مش باهي سوق بصراحه كاسح شوي، البطاطا ب 18 ومن مورا وحتى للفلفل الفلفل زاد كاسح، الود القمره كاسح، غالي بصراحه غالي. بالنسبه احنا نشيو ما نحبوا الزوالي، احنا نحبوا المزمر يطيحوا شويه في المعيشه. دونك احنا هكا نكونوا كملنا الجوله، المسالج نكونوا هكا نكونوا كملنا الجوله نتاعنا بالنسبه اليوم. تسوق وتذوق، نتقابلوا غدوه في موعد متجدد بإذن الله، وفي الأثناء ديما نقول أنا إن شاء الله ربي يجريها على الصلاح. إلى اللقاء.